بقول لك يا ابو البوله، انا زهقت من الدوشه اللي هنا، ما تيجي نروح البيت عندي، هناك بقى الدنيا هاديه والجو عالي عالي قوي. لا معلش، اصلك انا لسه عندي شغل هنا. شغل ايه بس يا بيت؟ اذا كنت انا الشغل يا بيه. الله يسيئك، الله يرضى عليك، مثلني في حالي، ما البنات كتير هي. انا معاك، البنات كتير هنا قوي، بس اعمل ايه بقى نصيبي؟ انت بالذات اللي خيشتي في مزاجي. يا بنت خايفه من ايه؟ جمدي قلبك، ده انا هدلعك وابسطك وهحاسبك دوبي. يا عم الله الغني عن فلوسك، انا مش عايزه فلوس. يو ما تحل عني بقى. يو استني يا بنت. يا شمس، وانا عيل صغير ولا ايه؟ هنلعب لعب عيال ولا نجري ورا بعض المساكه؟ اسمعيني، البنت دي لو جاي منها تمام، مش جاي منها اتكل على الله انا واروح. عيب عليك يا صفوت باشا، ما تقولش كده، انت بتكلم شمس. الليله ليلتك، اسمعني بقى، تطلع العربيه وانا هجيبها لك. بص جرى يا بت، انا مش فاضل المحن بتاعك ده. انت ايه، ما عندكش دم يا بت؟ ده انا لسه مطلعك من التأبيده، لولايا كانوا شنقوكي. يا بت ده في رقبتي. بس انا مفيش، بس تعالي هنا. احنا ما بنلعبش يا روح امك، ده فلوس، فلوس كتير قوي. فاكره لما رحنا شقه ست الكل لما كنت معفنه، مسكوكي وقلعوكي وحموكي ولبسوكي نضيف، فاكره؟ فاكره. كل اللي حصل ده اتصور بالكاميرات اللي انا زارعها في هذا المنزل عشان نوثق هذه اللحظه الحاسمه، وهننقله على سيديهات وننزله على النت. بس يا بت، بس ما تخافيش، لو سمعت كلامي هديك السيديهات دي عشان تمسحيها، انما بقى لو عملت فيها عذراء الربيع حيث الشرف، هننزل السيديهات دي على النت ونخلي الشباب بقى يتفرجوا، وبالذات شباب بلدكم، واخواتك بقى تتصيط، ومش بعيد شارعكم اللي في البلد يتسمى على اسمك، ما هو خدمات جليله. حرام عليك يا بيه، ربنا ما يفتحك ولا يكشف صدرك على حد. انا ما عملتش فيك حاجه، ما تعملش فيا كده. ابوس ايدك، ابوس ايدك يا بنت، ابوس ايدك، استرني يا بنت. عيب، عيب عليكي. هو انا برضو ارضلك حاجه وحشه؟ ده انت حبيبتي، ده انت هتلبسي احسن لبس، وهتاكلي احسن اكل، واحسن شرب، واحسن فرشه، وهتمسكي احلى فلوس. طب اديني الفيديوهات، اديني الفيديوهات امسحها، وانا عايش خدامه تحت رجليك. ما انت لو سمعت كلامي محدش هيشوف ولا هيسمع عن الفيديوهات دي غيري انا. يا بي حرام عليك، ما تفتحنيش، انا زي اختك. وسيدي الوراني بنيه بالحاجات ديت. يا لهوي يما، حرام تحلفي بسيدك الورواري كذب. امال الواد بتاع البلد ده كان ايه اللي ضحك عليك؟ يلا انا عايزك تبقي حلوه كده وما تتعبينيش عشان ما تعبكيش. يلا امسحي دموعك كده عشان نطلع للراجل حمد في العربيه. يلا انت لسه هتتنحي؟ يلا ياما، هايل قوي. بلبله قومي يا حبتيني عشان تستحمي وتلبسي وتنزلي الشغل. انا ما خليتش البت شوشو تفتح المايه السخنه على المواعين عشان ما تخلصلكيش المايه اللي في السخان. قومي يا حبيبتي، لو اتاخرتي شمس هتيجي تعملها معانا. مش نازله. مش نازله؟ مش نازله ده ايه؟ هي طابونه؟ قومي يا بت، ما تجيبيش لروحك الاذيه. يا بت قومي اعمل قيامتك. لما قلت مش نازله وابعدي عني يا ولية، ده انا صورتك وقتي هنا. ايه ده؟ انت بتشطري عليا يا بت؟ طيب انا بقى هكلم اللي جابك يشوف له صرفه معاكي. قال مش نازله. قال فاتي يا بت، قومي. ايه؟ قومي معايا. في ايه؟ في ايه؟ فين انت قاعده في بيت امك؟ اوعى كده، ما تمسكنيش. لا همسكك وهتنزل الشغل ورجلك فوق رقبتك يا بنت. امشي. يلا يلا وراح من طنك لانت راجعه. استني يا بنت، استني استني استني. ده انت بالراحه بالراحه يا عايزه كده. مفيش يا بنت، مفيش يا بنت. خلاص خلاص يا بلبلة، الله يبرم اللي جاي. يا لهوي، خلاص يا
هتنزل. مش نازلة، بقولك مش نازلة. حتى لا، حتى لو انت مكلمها ولا مقرب منها. ده رايها ولا ايه؟ هتمشي كلامها عليا؟ مفيش حد عمره ما مشي كلامه عليا. ما تقصدش والنبي يا اخويا. لا اقصد، ولو قربتني يا ماما تاكل موت روحي. عسى خديها خشي بابا يا بنت. خلاص يا بنت ماما مش داخلة. انسان الشر يا بلبلة عشان خاطر. بس يا ولية. ماشي بابا. ماشي يا بلبلة. ترفع عليها السكينة؟ وكل ده ليه؟ عشان خايف عليك وعلى شغلك؟ تعال ماشي. تعال تعال اقسم، هدي نفسك. الله بلاش العصبية دي. خد يا بنت خش جوه. الله ماشي. تعال تعال يا اخويا. خلاص خش خش يا بلبل. خش يا بنت. جرايه وليه؟ مش هنعرف نمشيهم ولا ايه؟ مش هنعرف نمشي البنت. وانا اللي كنت فاكراك دماغ وابن حنت. حنت؟ انت مجنونة يا ولية؟ مش انت اللي متصلة بيا في التليفون ومسخنين السخونية دي كلها على البيت؟ مش كل الناس تيجي بالعصا يا نور عيني. كنت فاكرك هتيجي تطبطب وتدلع مش تضرب. اطبطب وادلع؟ اه. الكلام ده مع نانسي. انت يا بنت مش كنت مشيتي؟ اللي لاقيلك رجعك تاني طالما مش غادر عليك الشغل. اه يعني كنت راجعة بخاطري؟ بعد راجعة والجزمة ببقي. ايسم ايسم بيصورني وانا بره وعامل لي فيديوهات وقال لي لو مش ظهرتش هنزل فيديوهات على النت ومصر كلها هتتفرج. يا نهار اسود ومنيل، اتاريكي محرومه لهيثم. بس انا مش هسكت، اوصل للاسطوانه تقيله وكسرها ويبقوا يطولني بقى ساعتها. من لله هيثم، ما يفرقش معاه غير الجنيه. وانت يا اختي اللي معادك بعد كل اللي عملوه فيك؟ هو ماسك عليكي حاجه انت كمان؟ لا بس همشي اروح فين؟ هنزل اترمي في الشارع يعني؟ ولا همد ايدي اقول لله؟ وفي الاخر هلاقي نفسي بعمل اللي بعمله برضه؟ بس ببلاش، من غير بقى الضرب والاهانه. احنا هنفضل كده يا عزه؟ لا طبعا، انا مستنيه بس احوش لي قرشين نتسند عليهم. اوقع لي على راجل يشدني من اللي احنا فيه ده. عايزه تتجوزي؟ اتجوز. امال زينا بيتجوزوا برضه؟ انا نفسي في راجل يشقطني لي لوحده ويجيب لي بيت اقعد فيه ويصرف عليا وما ينزلنيش بقى الشغل تاني. في ايه يا بلبله؟ ما تنزلي عبد القادر بقى من على راسك. احنا في سجن ملوش بيبان. يعني ما نعفرش؟ يمكن نلقى خرم نخرج منه. كان غيرك اشطر. هونيه على نفسك يا بلبله عشان تهون. يا مساء الجمال. ايه ده؟ ده احنا اتصاحبنا واتقنتمنا وبدأت علاقة عاطفية جحدة جاحد. جرايا بلبلة، انا قلت ان انت يومين تلاتة وهيوحشك الشغل وهتنزلي وهتجيب عزة في ايدك. وانت يا عزة اخر خط الدلع جه، ننزل بقى نشوف شغلنا. انا لسه تعبانة، الجرح لسه شادد عليا. لا تمام، نستنى لما الجرح يلم. وانت يا بلبله قومي البسي عشان ننزل نروح الشغل سوا، ولا قاعده بقالك اسبوعين في القنده المنظره؟ قلت لك مش نازله يا هيثم، يعني مش نازله. انا عملت معاك باصلي وسامحتك على اللي انت عملتيه عشان بقى عليكي. انا هنزل اقعد في العربيه خمس دقايق تلبسي وتحصليني، لا اما السيديهات بتاعتك هنزلها على النت، خلي ماما بقى واخواتك يتفرجوا وانت تصيطي. وانت يا مدام عزه بعد ما تخفي مكانك معانا، ها؟ عشان الايد البطاله لا مؤاخذه نكسه. الحمد لله على السلامة يا ست نانسي. انتي جيتي يا اختي؟ هو انت هتمشي على سطر وتسيبي بقيتي الكراسة فاضية؟ بقول لك ايه؟ سيبيني في حالي، انا مش ناقصة. لا يا حبيبتي، الشغل ده ما ينفعش معانا، احنا لازم نلتزم مع الزباين، وقت ما الزبون يعوزك لازم يلاقيكي، هو احنا لينا غير سمعتنا يا اختي؟ خلاص يا شمس بلبلة عقلي، روحي يا بلبلة على شغلك. جرايه شموسة، ما بالراحة على البيت، ما تقلقيش منها. نعم؟ وانا اقلق من دي ان شاء الله. اشتري انت مني بس، البت دي هتبقى البريمو بس في منطقتها، انما حتتك انت محدش هيقرب لها. بقول لك ايه؟ السالة عامله ايه؟ تمام. طب بعد اذنك اما اروح اشوفها.
الله يخرب بيتك. إيه؟ مش تقولي ان هيثم جه سايباني كده؟ انا قلبي واقع في رجلي. هيثم مش هيقول حاجه، بس انت لغيه. مش هيقول حاجه ازاي يعني؟ انت قصدك يعني عشان محي تبعه وهو اللي جايبه؟ نهار اسود، هم اصحاب؟ انا معرفش، ده انا كنت بدات اوقع هيثم وماشيه في سكه محي، دلوقتي واحد فيهم هيروح مني. تظبطي هيثم؟ ايه مستغربه كده ليه؟ معرفش اوقعه ولا ايه؟ ما انا وقعت الاكبر منه. طب استنى، شايفه ده؟ طلعت بيه منه في خروجه واحده ولسه. يا بنتي هيثم البيك بوس بتاع شغلانتنا، وثلاث ارباع البنات اللي بتشتغل الشغلانه دي تبعه. نعم؟ طب وانت ما قلتيش ليه؟ انا بحسابك ترجمتي. ترجمت ايه؟ امال هو اداني ده ليه؟ عايز مني ايه؟ تصدقي بالله يا عشق، انا مش لافف وداير اكتر من التاكسي الابيض، بس اتخمت فيكي. اشمعنى؟ طلعتيني السما وافتكرتك بنت جناب السفير ولا معالي الوزير، وهوب رحت خبطاني في الارض وقتريكي بتلعبي على محي. انا حره اعمل اللي انا عايزاه. وانت قايله لمحي ان اسمك عشق ليه؟ في حد عاقل يعمل كده؟ نعم، امال اقول له اسمي ان شاء الله؟ شفيق جلال. هو عشق ده اسمك الحقيقي ولا مضروب؟ اسمي عشق. بص يا بنت الناس، احنا ناس بروفيشنال، شغل الهواء ده ما ياكلش معانا، اصول الشغلانه يبقى عندك اسمين مضروبين غير اسمك الحقيقي. بقول لك ايه، ريح انت، انا طريقتي مريحاني في الشغل ومش محتاجه اشتغل مع حد. لا، الكلام ده كان الاول قبل ما توقع محي، وقبل ما اعرف ان انت شقطه واد من هنا اسمه قاسر. شمس بقها في ودني، منى 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 بتقول لي كل حاجه. بص بقى، ما دام هنمشي سكه واحده وهنلعب في ملعب واحد، يبقى نشتغل مع بعض، بلاش نشتغل بعض. لا معلش، برضه مش عايزه. ومحي بتاعك ده بل واشرب ميته. لا محي ده ايه؟ ده اي بنت طفش توقعه. انا محضر لك عمليه ايه؟ ملظلظه من ام ست صفار. بس انا طريقه شغلي غير شغلك، انا سكتي غير سكتك. السكه اللي انت تختاريها ما دام تمام انا معاكي. وانا اللي هسوق من الاول للاخر. وانا ركبت معاكي وغمضت عينيا. خش يا اسطى. ماشي. خشيت؟ العبي ووريهم.